السلام عليكم يا والد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الاحوال؟ حياك الله. الله ينعم بصحتك. حياكم الله. كيف حالك؟ قربوا هكذا يا والد لو سمحت. مرحبا. اسمك ام الكريم هكذا عشان يصوروك. اسمك احمد صالح الخياطي. من وين؟ محافظه المحويت الطويله. بيت الخياطي. حياكم الله ونعم فيكم واهل المحويت كلهم. حياك الله. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. ما بتفعلوا هنا؟ جينا نسرع على شي بلقيس. احنا سهلا نعتمر وانا نسيبي لهنا نشوف على شي بلقيس لان ما جينا لهنا. ما قد جيتوا؟ ما قد جيتوا. كيف شفتوا العرش؟ كان عني كلام ما يوصف ولا يتحقق. هذا افرد عني تشتريها محافظه وتشتري لها احتفاظ عليها. كيف ما نفلس حق ابائنا واجدادنا؟ سمعتوا ما بيقول؟ خلاص والحلمتك فيها الاشاره. نعم. اها طيب. يعني هذا الذي يدخل ويمحق ولا يبعد من ناشي ولا ظالم مش يمني. تمام. مش يمني لما يبعد الحاجة بينها ولا يكسر. وهذا قبل ما انتوا هذا وتحملوا هذا فوق ماما. لكن بسيارات ولا بقلابات ولا. يا والد معانا آثر. شوف آثر مصر ما بدخل لهم من. من فلوس. من فلوس. معام فرعون شقى عليهم هو حي وهو ميت. واحنا حقنا. نعم تقول ما رأيك؟ ما رأيك؟ أنا أقول لك بهذا القول وعن هذا أمان احتفظ عليها ويسرع عليها واحد الليل والنهار. الله يحفظك يا عم أحمد. طيب اسمعني. إحنا في فقرة اسمها قيم مجتمعية. أيوه؟ أنت مزوج أكيد. نعم الحمد لله. طيب أسألك سؤال تقول لي بصدق. كذب ما أكذب علي. ما تكذبش علي. حاشاك أنك تكذب علي. الله يحفظكم ويبارك فيكم. كم لك مزوج؟ الأولى أنا عمري حوالي 75. ما شاء الله. وأنا تزوجت قبل الثورة وبعد سنة من الثورة وقع لي بنت وقع لي 7 بنات أكثر 10 عيال 6 بنات حيينة وواحد والباقي ماتوا. ورجعت زوجت بالثانية ما صح شيء منها قتلتني. وبعدين تزوجت بالثالثة. ما شاء الله. الدلقة الثالثة ولد واثنين ماتوا وثلاث بنات بخيلت على قد الحين. ما شاء الله. دعم عياتس. والرابعة؟ ما حبش خلاص. ما عباش؟ ما عباش ركب؟ لا كيف ما حبش هو قال ما عباش سلط. ما عباش سلط. الله يحفظك يا والد. ولا فانا رعوي. البقرة موجود والدجاجة موجود والزراعة موجود. ما شاء الله. واحدة تزوج واحدة جاءت لها بقرة وتحلب وتنهض وخلنا ما يقع. وما يقع ما يقع. ما يقع فيكم البركة. إن شاء الله. الله يحفظكم. طيب قل لي أنا أسألك سؤال. متى آخر هدية أديتها لزوجتك ولا لزوجاتك؟ آخر هدية؟ أيوه. والله أديت لها هدية ولا معشي؟ كيف ما هدية؟ هدية تقول لها هذا من الأول لها معي حوالي 65 سنة. والثانية لها 38 سنة. أيوة. وأديت لهم هدايا في. خلنا لهن المهر الذهب ولا. هذا في وقت الزواج لكن وقت العيشة لما وأنت هذا مضرب عطر هذا. أوه الله يرحم أبوه. شاقي عليهن لا دخل ما كان طلبة التيزو. ها. بس من نفسك هكذا مش من طلبين. من نفسك هكذا جيت سريع. ومن نفسي ما ماشي الله. ها. كانت من نفسي ما عجبني كانت. وديت له الثلاث. واحدة هنا طلقتها. ما بقي الا الثنتين. ثنتين. والثنتين على قيد الحياة. وتدي لنا الثنتين. الله أكبر. ما فيش في واحدة عن واحدة. لا هذا ظلم. هذا ظلم. لكن معي الأولى يعني حديدها ذيك روسي كان السكر حقها بالشكل الأيمن. وهذه إيطالي بالشكل الأيسر. أيوه. كنا نوظف فنة. قالوا ما يصلح هذا على هذا ما فعل لك ما سبب لك. نحن ما بدنا ندور لنا واحدة ما نفعل. الله يزوجه. ما رأيك؟ الله يزوجه. في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله في الجنة. الله يحفظك يا والد. طيب الموديلات هؤلاء أديتن هدايا. الله أكبر كيف هدايا؟ مدت حياتي وأنا بنتي لهن هدايا. هذه قالوا والله لها معي 65 سنة والثانية 38 سنة. طيب إحنا في عام 2023. عام 2022 هذا اللي جزء أديت لها هدية؟ الله أكبر. ما أديت لها؟ أديت هدية مضرب أديت لها إنك هدايا الله يرحم أبوك. طيب آخر هدية ما أديت لها؟ أديت لها مضرب عد. مضرب عد؟ مضرب عد. ما عدوا مضرب كنت قالوا اسعم هذا قصوى ولد قصوى ما عدوا ولا عطرة. فتحنا جهن؟ الله أكبر كيف شريكة حياتي؟ ما لها معي 38 سنة هذا اللي في سنة 68 سنة ما قلت كلها على بكرة على الله.
والثانية كذلك المثل. ما شاء الله. ولا بيحنقن ولا يتقال عن أمانة. طيب لو اتصلنا ونسأل وقالت فعلا ادال هدية واحنا معلك هدية. الله أكبر. يلا ادي لي التلفون لو سمحت. هلو. 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 حجة. يم أحمد. يم صالح. ما حد على ما شفت ما فعلك. ها؟ ما فعلك نقول إحنا قلب سيء ورجل البيت. نسل المحوي. كل شيء ما بلاك. أنا مصدقك يا عم أحمد. أنا مصدق لك كيف نفعل ثلاثة أيام. أنتم الخير. أضف ثلاثة أيام. الله يكرمك ما تقصر يا ابن الأصول ما تقصر. ونفعل أنا. الله يحفظك ويبارك. الله الله يكرمك يا عم أحمد. الله يحفظك. خلاص يا عم أحمد. ما دام يعني بكفي الضحكة حقك هذه وسليت علي وسليت على المشاهدين. والله. ما كذب ما تكذبش حاشاك انك تكذب. الله المستعان. كيفه المشاهدين الكرام طبعا في الفقره هذه بنستضيف اكثر من واحد لكن عمي احمد وفى وكفى في هذه الفقره ومع انه وفى وكفى معنا لك جائزه وقدرها 80,000 ريال هاتوا يا شباب هذه جائزتك يا عم احمد اها تسلم يا استاذ خالد كفر الله خيرك وانا قدنا من يسرع تمر يا اخي انا طلعت من ذهب الكعبه في الركن اليماني ولا اللي مشيت يا سلام عليك يكفيني هذا انت شبي حج اسماعيل ولا في الركن اليماني ولا في مقام ابراهيم انت والمجموعه كامل الله تحياتي لك والجماعه وانتم الله يسعدكم انتم ام احمد وام صالح ان شاء الله باذن الله بعدين بتحبهن هكذا خير الله اكبر يا ما بدي بسر فيها وتقلبها هكذا انا شلون متفاجئ الناس ما كذبتم علي رجع اقول قال جائزه ما يروج بهذا جائزه مش في برنامج رحله حظ برنامج رحله حظ مش لحمه مش لحمه رحله رحله حظ ايوه رحله حظ وانتم يا مشاهدينا الكرام شوفوا اين السن عمي احمد 75 سنه لكن الود والحب جالس للآن يهدي زوجاته وهن يدلك هدية الله أكبر ها حتى هن قلنا قم الصبح دفع لي ما تقولي ما تصح لي وسم وتقربت لي القرمة الصبح لو ما أدن ما عدش ما عدت لي غير هدية أكبر هدية أكبر هدية الله يحفظك خلاص قل للمشاهدين الكرام قل لهم لا تروحوا لا هنا ولا هنا خليكم هنا أيها المشاهدين الكرام خلوكم هنا لا أيوة. لا تشيلوا لا هكذا ولا هكذا خليكم خليكم نحلكم يلا شكرا